اهلا بيكم بث مباشر مباراه الاهلي والقطن الكاميروني وهدف ثالث للنادي الاهلي في شباك القطن. الاهلي يصل الى النقطه الرابعه في دوري الابطال وهدف لعبه اكثر من تمريره استطاع رأفت خليل في الاخر انها بشكل بطن رجله على شمال حارس مرمى القطن الكاميروني. لا كولر بيفكر في المباراه القادمه طبعا اللي هتكون امام سان داونز من دلوقتي, وده كان باين قوي من تغييرات كولر. كابتن عمرو سلواني مشرفنا ومنورنا في اليوم السابع. كابتن عمرو الشوط الثاني عايزك تقول لي كده رايك, احنا خلاص يعني الهدف جه في الدقيقه تقريبا 91, التغييرات وكولر كان بيفكر في ايه في الشوط الثاني, والاداء في الشوط الثاني كان هل اقل من مستوى الشوط الاول؟ كان اقل بكتير من الشوط الاولاني, بس ده نتيجه ان احنا الشوط الاولاني جبنا 2-0, فده طبيعي. اللعيبه يعني الريتم بتاع الماتش قل الشوط الثاني عشان اللعيبه كانوا كازمين 2-0, وكمان زي ما انا قلت لك كابتن وليد اللي بعد الدقيقه 75 او الدقيقه 80 مستر كولر هيريح اللعيبه اللي لعبت كتير, ورايح بيرستاي ورايح الو ديانج ورايح طاهر ورايح حمدي فتحي. اللعيبه دي كانت لازم ترتاح عشان الماتش الجاي تقريبا مولين عربي يوم الثلاث, فهو بالفعل عمل اللي هو عايزه. اللي احنا مش عارفين هيتلعب ولا مش عارف, بس بصراحه انا شايف ان هو هيتلعب ولا لا. طبعا ما تلعبش, لا ضغط كبير جدا اللي هو يلعب الثلاث وتلعب ماتش مصيري يوم السبت, ده صعب جدا. انا اتمنى من لجنه المسابقات اللي هي تاجل تاجل الماتش بتاع يوم الثلاث. اللعيبه هيبقى في اسبوع تعرف تعمل ريكفري كويس جدا, تعرف تتمرن, تعرف تلعب التكتيك كويس قوي, يذاكروا حتى سان داونز كويس جدا, يبقى ذهنيا حتى الموضوع يبقى كويس جدا, ويبقى رايحين على الماتش مستعدين 100% ذهنيا وبدنيا. فانا شايف ان لسه كوره دار الماتش النهارده يعني بامتياز. لعب مفاتيح اللعب النهارده كانت هايله. انا شايف ال دي خطف في ظهر عبد المنعم, ربنا يستر ان شاء الله. اصابات كتير قوي في ده الهدف اهو, يعني بص عارف في نص ساعه في معلول عمل استلام جيد لرأفت برضه, ورأفت ان هو شايف المرمى قبل ما تقطع خليل ده رأفت لعيب زي ما انت كنت بتعملها كده برضه, كنت نفس انت بتعمل نفس دي بالظبط. والكندوسي عملها حلو قوي برضه استلامها, هي بدأ من علي معلول. كندوسي بص كاش جدا, وعلي معلول اتحرك هاي من لمسه واحده. عملها كندوسي ولا مروان؟ كندوسي علي معلول كندوسي لعيب هايل برضه النهارده من نجوم المباراه, هو محمد طاهر وحمدي فتحي بصراحه, وعلي معلول لعيبه النهارده كتير, لعيبه كتير فايقين النهارده والماتش يساعد ان هم يعني يديهم اريحيه في طبعا وكمان في اللعب من اللعيبه المميزه. انا متابعه بقالي فتره, لعيب هايل, لعيب بيلعب برجله الشمال, عنده شخصيه النادي الاهلي. النهارده الجون ده يعني هيديله ثقه, مستر كورة تقريبا بيثق فيه وبيحبه, مديله ماتشات كتيره, بقى له ماتشين ثلاثه بيلعب في الدوري وفي افريقيا. اتمنى يستغل الفرصه, هو محمد اشرف لعيبه هايله. ده الهدف اهو, يعني كندوس عملها حلو قوي, عملها حلو فعلا. علي معلول عادي برضه قوي علي, ما استناش كان دايما علي لما بيروح وبيعمل الكروس كان بيستنى في اللعبه دي, لعبها على طول. لا هايل هو بص ما استناش وحطها لتحت حلو قوي, وحتى هو لو كان استنى كانت عامله في الكوره دي لحظه ما كانش عملها بالدقه 100% دي. وبرضه رافت خليل عملها حلو جدا, اللي هي وان تاتش برضه قويه جدا في الجون. هو مبروك النادي الاهلي, ماتش كويس جدا, نشوف عيوبنا وميزاتنا ايه ان شاء الله. من بكره نبدا نركز في ماتش سان داونز او المقاولين, مش عارف اللي اتمنى يعني يبقى سان داونز, وان شاء الله اتمنى النادي الاهلي يعمل ماتش كويس جدا في سان داونز يكسب ان شاء الله باذن الله. تتمنى طبعا ده جماهير النادي الاهلي في استاد السلام. تتمنى كابتن عمرو ان يكون موجود في التشكيل من الغيابات الكتيره اللي كانت النادي الاهلي بيعاني منها النهارده, سواء كهربا, متولي, الشحات, خالد عبد الفتاح, السولي, عبد القادر. مين طبعا دي صافره نهايه يعني مين من دول يبقى ليه تاثير ويكون ليه اضافه قويه للاهلي في مباراه خارج ملعبه امام سان داونز في دوري ابطال افريقيا؟ من الاسماء اللي انا قلتها لك كهربا, اولا بيقول لي الشحات خلاص رسمي الحمد لله, المباراه انتهت خلاص. كندوسي عمل ماتش هايل, انا قلت لك احنا الماتش هيخلص كام جول, احنا قاعدين ثلاثه بس خلاص فعلا ثلاثه. حتى بص يا كابتن وليد, اللعيبه مبسوطه, لعيبه النادي الاهلي مبسوطه, يعني مبسوطه النهارده ان خدوا التوب 1, ده مهم جدا. يعني نبني على الماتش بتاع النهارده. نرجع بقى لموضوع اللعيبه الغيابات, انا شايف ان في اربع لعيبه يعني مهمين جدا اللي موجودين يفرقوا جدا مع النادي الاهلي. كهربا, السوليه, عبد القادر, حسين الشحات, الاربعه دول, ومحمود متولي طبعا. بس انا شايف بس ليهم الاكثر تاثيرا, يعني موجودين بيلعبوا بصفه اساسيه في النادي الاهلي الماتش الجاي اساسيين. يعني شايف النادي الاهلي ممكن ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره يبقى الكفه الارجح للنادي الاهلي ان شاء الله ويكسب الماتش ان شاء الله. يعني بالترتيب كده الشحات, كهربا, السوليه, عبد القادر, الاربعه لعيبه هايله, لعيبه كبيره اتحطوا في المواقف الصعبه دي كتير, مش اول مره يحصل كده.
لعيبه خدت بطولات، اللعب في افريقيا كتير جدا، فالماتشات اللي هيلعبها قدام صن داونز ماتش صعب جدا جدا جدا، عايز لعيب عنده شخصيه، عايز لعيب مركز طول ال 95 دقيقه مش 90 دقيقه، عايز لعيب رايح وعارف اللي هو اكون او لا اكون في الماتش ده، تاتا بونت حياه وموت بالنسبه لنا، فاللعيبه دي عارفه كل ده، فاتمنى اللعيبه دي كلها لو جاهزه 100% تشارك في الماتش، وهيبقى يعني ان شاء الله بنسبه كبيره الارجح النادي الاهلي ان شاء الله يفوز ان شاء الله. طيب كابتن عمرو، شايف مين النهارده يعني مان اوف ذا ماتش في لقاء الاهلي والقطن الكاميرون؟ انا شايف في كذا لعيب، بس انا هديها لكندوسي عشان اول ماتش يلعب مع النادي الاهلي بصفه اساسيه. اول ماتش طاهر من شويه، طاهر لعيب جامد، بس طاهر انا عايز اديها لكندوسي عشان بقاله فتره لعب النهارده 95 دقيقه، جاب جون وشارك في الجون الثالث مع علي معلول، وجمهور النادي الاهلي ورا النهارده لجمهور النادي الاهلي، فلازم نديله الدفعه. انا شايف ان كندوس النهارده من اللعيبه من مان اوف ذا ماتش هو وطاهر محمد طاهر، بس انا اديها لكندوس. من وجهه نظر كابتن عمرو حلواني، مين يعني اوجه الاختلاف والافضليه لمين في المحترفين النادي الاهلي الموجودين حاليا؟ عايز تقول لي مميزات سافيو ومميزات كندوسي، ومين يكون ليه الافضليه في اللعبه الفتره اللي جايه؟ سافيو بقى فتره ما بيلعبش، بقى فتره غايب، عنده اصابات وتقريبا عنده حاجات جوه الفرقه انا ما اعرفهاش، بقى فتره كبيره جدا، فانا بقى كتير ما شفتوش، بقى له اكتر من كام شهر ما شفتوش. لا بس قبل ما يلا يعني اكيد انت عارف شفته كذا مره سافيو، بس انا شايف اللي كندوسي عنده اكتف، عنده اكشن اكتر، يعني عنده اكشن وبيروح الجول وبيحاول وبيجري، يعني يعني انا عنده كندوسي احسن من سافيو الفترة دي على الأقل يعني، وهيبقى إضافة قوية جدا 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 للنادي الأهلي. يعني أهم مميزات كندوسي إيه؟ وأهم مميزات إيه؟ اللي هو بيروح سافيو، أنا حاسس إن هو بطيء شوية. بطيء شوية في الكورة. ده برازيلي زي ما بطيء، في برازيلي بطيء. ما ينفعش برازيلي بطيء. لا هو بطيء شوية سافيو، كندوسي صغير في السن، سريع، قوي، بيشوط كويس جدا، بيروح واحد ضد واحد كويس جدا، عنده شخصية، عنده كذا ميزة. يعني انا شايف اللي هو بيتاقلم، بيلعب في كذا حته في الـ في الـ في الـ في الملعب، ممكن تلعب هاف رايت، ممكن تلعب هاف ليفت، ممكن تلعب رقم 10، ممكن تلعب ديفندر، ممكن تلعب 8، عنده كذا ميزه كويسه كندوسي. وكمان كل ما كندوسي يلعب ماتشين غير 3 غير 4 غير 5، كل ما يلعب اكتر في النادي الاهلي، كل ما تشوف اللي هو عنده ميزات اكتر، وهتكتشف اللي عنده ميزات اكتر. فاتمنى الكندوسي، اذا الكندوسي انمر مع النادي الاهلي في مباريات القادمه جدا 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 جدا. انا بصراحه اتفرجت عليه وكنت متابعه لما كان في الجزائر، لما جابوه دخلت اتفرجت على فيديوهات كتير قوي ليه. لا بصراحه لعيب عنده شخصيه ويشبه النادي الاهلي. بس الغريب يا كابتن عمرو ان كولر في التغيير دي كلها ما فكرش فيه في سافيو. سافيو مين؟ سافيو برو سافيو. برو سافيو. لا هو سافيو، بقول لك حلو سافيو مين؟ لا سافيو، لا عشان سافيو بقى له فتره بعيد. القهوه مضروب ولا القهوه في ايه؟ سافيو بقى له فتره بعيد، بقى له فتره بعيد قوي سافيو. فتقريبا الماتش بتاع النهارده هو عايز يجرب اللعيبه اللي تلعب معاه على طول، عايز يدي اللعيبه اللي تلعب معاه على طول. فسافيو لسه راجع كده معناها ان سافيو مش في حساباته تقريبا. تقريبا زي ايمن اشرف كده مخرج من حساباته.